من يحاسب من ومن يقاضي من عن اتهامات الفساد في العراق؟ سمعة البلد في قائمة منظمة الشفافية العالمية لا تبعث على الفخر. وعندما تخلط الأوراق في تحقيق ما تتحول القضية إلى تصفية حسابات سياسية مخفية منها أعظم. كل الحقائق وألا أفضحهم كلهم. الأزمة التي انفجرت داخل البرلمان العراقي تتصاعد وتأخذ أبعادا لم تكن متوقعة، ولا يستبعد أن تكون الأيام والأسابيع المقبلة حبلى بالمفاجآت. بعد أن تناسى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حدود صلاحياته، أصدرت السلطات القضائية أمرا بمنع رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائبين هما محمد الكربولي وطالب المعماري وشخصيات أخرى من السفر. جاء القرار بعد ذكر أسماء هذه الشخصيات في جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي الذي رد على تهم الفساد باتهامات بالفساد لآخرين. للتذكير تقدمت نائبتان شيعيتان بطلب استجواب الوزير في 16 قضية فساد موثقة. سرعان ما تحولت الجلسة إلى تراشق وهرج ومرج في برلمان عطل شهرين وبشق الأنفس يستأنف عمله. تحولت أو حولت القضية لاحقا إلى اتهامات بالفساد لرئيس البرلمان ونائبين. دخل رئيس الوزراء العبادي على الخط منذ اللحظة الأولى، عارض استجواب وزير دفاعه بذريعة الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد وبأن الهدف منه تسييس القضية ثم بإصدار قرار بمنع سفر المتهمين من وزير الدفاع بالفساد. وبعد تذكير رئيس الوزراء أن ذلك ليس من صلاحياته لجأ إلى القضاء المعروف بولاء المسؤولين فيه للتحالف الوطني الحاكم. ألا يعتبر تدخل العبادي هو التسييس بعينه للموضوع؟ إدانة وزير الدفاع تعني بالضرورة وجود العبادي وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة ضمن دائرة المتهمين والشبهات. هل يريد العبادي حماية نفسه قبل كل شيء؟ أم إن في القضية تفاصيل تصفية حسابات سياسية ما أو ابتزاز ما؟ الإسراع في اتخاذ إجراءات بحق رئيس البرلمان والنائبين ومن ذكرت أسماؤهم في جلسة استجواب وزير الدفاع يطرح تساؤلات كثيرة. لماذا لم يتحرك القضاء العراقي بعد التصريحات الصادمة لعضو هيئة النزاهة مشعان الجبوري؟ اعترف في برنامج تلفزيوني بأنه مرتشن وفاسد. كنا هسه احنا بلجنة النزاهة نفتح ملفات يجون ينطونا رشوة نسكرها مثلا. انت اخذت رشوة؟ اي والله شرفي اخذت، انطوني رشوه حتى سكر ملف وما قبلت سكر، اخذت لي كم مليون دولار بس ما سكرت الملف. ما الهدف من اغراق الراي العام في تفاصيل قضيه سياسيه وصراع بين السلطات التشريعيه والتنفيذيه تزامنا مع التخطيط لاعطاء صبغه قانونيه اكبر للحشد الشعبي؟ عندما يتبادل الساسه في العراق تهم الفساد في ذلك يعني ان ثمه صراع اجنحه داخل امبراطوريه الفساد نفسها. وبدل التركيز على إحلال الأمن وتطبيق الإصلاحات التي يطالب بها الشعب، تشتت الأنظار قصدا إلى صراع الجبابرة داخل مؤسسات الدولة العراقية الهشة. من المستفيد من الزوبعة السياسية الأخيرة في بلد كل الجبهات فيه مشتعلة؟